أول شيء أنا أعمله إن أنا أستمر في التعلم. يبقى أول شيء عشان أقدر أعمل ده أستمر في التعلم. أستمر في التعلم يعني إيه؟ لأن التعلم ده اللي بيوريني وسع الله سبحانه وتعالى، وسع الحياة في خدمة الله سبحانه وتعالى، وسع الله سبحانه وتعالى في ساحة الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة الخدمة، إن أنا أتعود إن أنا أخدم كل يوم حد، وتخلي الخدمة دي عشان ترى الله سبحانه وتعالى، ترى مدد الله سبحانه وتعالى عليك وعلى الناس، فتشوف الوسع اللي عندك ده ما كانش، اللي انت متصور ان هو ما كانش يكفيك، لما تخدم بقى تحس ان هو بيكفيك وبيكفي الناس كلها، فيبقى كمان عندك ايه؟ عندك تحس بالوسع لما تخدم باللي انت ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه. تالت حاجة ان يبقى عندك ورد من الحمد، لازم يبقى لك ورد من حمد نعمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي رزقني هذه النعم وجعلني ذا بصيرة فحرصت على ما ينفعني وفتح علي من فضله أنني تمسكت بحبله المتين، فماذا؟ فسكن قلبي وسلمت لرب العالمين. تحمد ربنا كده. رابع حاجة أنك تعتني بالنعم، أن ربنا أنعم عليك، ومن الاهتمام بالنعم أن اهتمام بصحتك، أن أنت تأكل صحي، تأكل أكل صحي وتتريض. خامس حاجة انك تفكر في استثمار النعم كل يوم. فكر ازاي هتستثمر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في مستقبلك، فهتحس بان الحياة بتتسع، وتحس بانك في حضرة مولاك، وتحس بان النعمة ماذا؟ فعلا فتحت لك اسرارها اللي بيها هتشوف وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا رب ارزقنا ان احنا نعمل بهذا المثلث العجيب، مثلث طيب القلوب، ومثلث سعة الحياة، ومثلث البقاء في حضرة المحبوب. أحرص على ما ينفعني وأستعين بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت قدر الله وتقديره لابد أن أسلم به لأكون مرتاح البال وأكون طيب النفس. اللهم اجعلنا طيبين النفوس يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.